اختلف تماما مع الاستاذ دي، واختلف تماما مع المفردات التي استعملتها انت اخي عبد الله الحين. لا يوجد دور انساني، لا يوجد انسانيه، هذه شعارات نظريه لا تختلف كثيرا عن نظريه الكتاب الاخضر، شعارات للتسويق والاستهلاك. اي انسانيه نحن نرى العالم يدق الاطفال والمساجد والبيوت سواء في درنا او في قنفوذه او في بنغازي او في مدن ليبيا التي اوذيت وضربت، والعالم كله ينظر يعقب ما نرى في سوريا، ما نرى في العراق. اذا موضوع الانسانيه هذه اكذوبه لا نصدق بها، انما كيف، قل لي كيف نتعامل واقعيا مع هذا الغول؟ وليس التغول، هذا غول حقيقي يتمدد في فراغاتنا. لدينا مشكله نستطيع ان نسميها بالمفرده القرانيه، هو قل هو من عند انفسكم. يوجد عقدة اسمها نستطيع أن نسميها ونعرفها عقدة الخواجة، لكن لدينا في ليبيا عقدة العمالة والارتهان للخواجة وليس الإعجاب به فقط، هزيمة من الداخل. لا يوجد منهج، لا يوجد عقيدة سياسية، لا توجد رؤية، لا توجد خبرة، لا يوجد انفتاح، شيء هكذا. الناس تسعى للسلطة وللحكم والنهب والسرقة وهذا هو هدفهم وكذا. إذن التعقيدات، أنا أريد أن أؤكد هنا على نقطة مهمة جدا، ليس بيننا وبين غسان سلامه ولا الصين ولا صعب من المبعوثين الذين جاءوا او الذين سوف ياتون، الطريق طويل. ليست لدينا خصومه شخصيه معهم، هؤلاء موظفين كما يقولون،